يسمى يسمى إذا غير تبع عندي قناة أليمان تي في مالي مسجام القروم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهار هذه الحلقة هي مستضفة دومتنا الدكتور أبركان زي مدينة هاغن. نهار اللقاء عن بعد. نهار هذه الحلقة هي دومتنا مراد أبركان ماشي توا كني نوعد يسير نهار الأسباب السرطان. سي الدكتور مرحبا بك مجددا. ونهار يسمى إذا غدي تفرجان يعني نتمنى نهار ان نستفد زي الحلقه يا استاذ اكيك. سي دكتور مرحبا بك. بارك الله فيك سي بدات الكارير تشكري قناه اليمان تي في تشكري مره واذا نغيت فروجا نهار ما شني اذا نستوخ الاسباب من السرطان زعما سنين الاسباب زعما سنين العوامل وذي نوجه نحشو هاج بالضبط يجي نحشو هاد السبب من السرطان وان مدينه تصنع حوايج يقدر شني يجي نغسل يجي نحشوها يقدر اثنين يقدر كثر مش مخمين تصور السرطان ديال النمر واحد يتجن خو يعني ديال العالم ينتشر مره ويتاكد بدا الدخان. الدخان هو اللي يبدا يتكمل تنسيو عاد الدخان عادي وها رام نسيو المشكل اللي يتكمل شي حاجه من برا الدخان تاع حشيش نخشو من هني ونها غسل المشاكل السرطان وغسل المشاكل من العقل النفسيه. بالنسبه للدخان حاليا ديشان دراسات نتا مسؤول ايوا ذني تمتن السرطان الثلث نسن يتيري المشكل نسن الدخان ثاني تا ايوا ذني تكون غير ملح غا الموت الله يستر. والدخان يتسبب للسرطان نيرس للسرطان تمجة للسرطان تعرض وديشان الحالات يعني يبين أنه 80% للسرطان تعرض يتريد المشكلة الدخان 75% للسرطان تمجة يتريد الدخان 50% من السرطان النبولة السرطان النبولة يتريد المشكلة الدخان. الدخان بصفة عامة أني نيجي النمر ونغني غير بنادم يعدو 20 سنة من الدخان انت يتكمى تقريبا يعني ثقافة الدخان إنها يعني 20 نيجارو إنها كتازي 75% تيري غاسن يعني احتمال السرطان يمغى يطس ساينتيز كيجن ريجن الدعوه انه بنادم اذحيد الدخان هذا سنقصن اذحيد في اقرب وقت خصوصا الشباب اللي قاعد نرخو المهم التص يعني الثقافه ديال الدخان والحريه التص وازاي تضيع الصحه تضيع جيب بنادم. والسنين نصور خمشه النوعيه ماشي تتبنادم الطريقه ماشي نورخو نتعيشي مودرن قناه زعما مودرن وانما نتفق صحيا ضياع باختصار من خاصي بيني وانه انت تتمشى ليس ليس الطاقه يا الطاس الحاج تميزيت الطاس الحاج تنجح الطاس الحاج ليس التميزيت نتصور انه حلويه ني باستيلي ني الطاس الخمار من جان كونسيف دي بورصات ني قدوحم مارياني ندايسون مي قان السيرون مايس يعني غير اجن ماده تكسنتي نقرص شي العصير ندرا العصير ني ندرا تقنت ديال الطاس ماشى ولكن تميزيت الطاس والعصير اللي نضرب بين انت الدراسات انه غير وقت يتسبب السرطان مي جنت مجحت الطاس اي سوم الطاس اي سوم تصور خويس وما زكواغ اي سوم زكواغ يعني تقريبا كتازي اثنين مو عندي سيمانه خيج المده تم قرانت يتيري غاس العامل ديك السرطان القولون مو انا مقران نستور عاوتاني مين يتجن دون الطاس المره الخودي حوايج يقرا مثلا مين يتجن ندير مقرايه الطاس يعني فريتانيه الطاس غنغعاود ثاني من هذا المهم تغسط ابويا تص الخضر الفواكه من يتجن يعني الصباح ليس الفيبر ليس الفيتامينات ليس امان من ويا مارس نقصي الطص في المقابل من يتجن تنجح الطص من يتجن السكاي الطص من يتجن تاكون الطص ويسو مزكوا الطص من يتجن الطاقه الانرجيا الطص خو نزور انه مش نفسو صندغيا دغيا بوقا ديوث ني فاست فود ني مار يعني مترا ما يحيدس الواحد مترا ما احسن والسرات نسور خرميزان ميزان يعني البدن يعني خصو منه انه بنادم غردو بنادم ني غردو ثاني يعني تعاون التصر السرطان القولون التص نولا نقرا والسرطان نيزي حقي جحت السرطان نيزي ماشي غنسني جن النمرو مش لازم نحسد قناص اي ام سي ني بادي ماس اندكس بي ام اي مين يعني وانيتا هو نكسيد بنادم مش حار دايس دير ميزان مثلا يجي بنادم دايس 90 كيلو اتفاق خطول نس ديس 90 كيلو ديس راني نيشن ديال الطول متر 84 هذيك 90 كيلو اتيقسم متر 84 في متر 84 يخص ثمانه ويمين دغيا ساق غير يقل زي 25 يخص يدير 25 18 بنادم خمي عدو 25 يتحسب قياني ديال الميزان خمي تيقل زي 18 يتحسب انه غاس قل زي الميزان اذا سيخس
كود يعني تصور غنه بنادم قد تصني بدن قراش قد المترو 80 مش حيخص يدير الميزان قولي الجن مش حري داخل خص يخص نغاسيري ثمانوية الحساب الناس زمان ما تارين بي ام اي لجوجل واش تسنم بالضبط يعني مش حد يتفق قناص بادي ماس اندكس نخص تعرفت مؤشر الكتله الجسميه يخص يدير جا 18 25 يخص يعدو 25 اجي المشكل النغني هو السبعه هو الكول هو الشراب الشراب تص 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 كمية يتوقع على هضم الناس يتفرض يجي نحاش قناص الايثانول الايثانول نير تسبب دي ترونسيور ديال الحلقه تاع الزواج خص السرطان ما مشي تشكل انه ان الخليه تص تص الايثانول نير يدي تفرنزي الكول اقول وقت خميتي وقع على الهضم يتسبب انه المشاكل ديال الخلايا وشد الكور اسم غار غيضيه يعني الكول يتراجم الدوري مغا والتصطص الكول يتسبب يتسى يجي نحاش القناه الصيغوز اني التشمع الكبد تسا انت في اجام مسؤوله صفايدة من زيل الكول شان السموم من الغني واش قال وقت بنا نسن الكول الطاس ثاني التحر واش غنقيد كور الكول ني نغ السموم ني تغلب خسا واش قال وقت تكون غير نحاش القناه الصيغوز التشمع الكبد واش وقت تكون غير السرطان نسا إيش نحس نغني غانغ بنات مول تحرك نشي يطس يبدا نويت كل شيء رياضة مترا ما رياضة بنات مول تحرك شا مترا ما صارت نتمان ويا رياضة بصفة عامة تنفع جميع الأمر يعني مترا ما يحرك بنادم مترا ما رياضة وتنفع ذو منويات السن ديس السي بغدا تحسن زي نعم إيش نحس نغني طبعا سني داري دي حلقة نيعون أنه التعرض يتفوشت يوضا يتعرض نفوش للطص سورتو سورتو نستوى الخفوش ويلتخا فيولي يعني الأشياء عني يحارن الطص ذي الصيف قزينها زي حيض عاشة ثلاثة وزينها تفوش تني حارن الطص يقدر الواحدة ذي يتعرض يجم مدة تم زيانت ولكن خميتي يجم مدة تم قرانت تسحر كثير مش تخميني تسحر كثير مش أقو عاود أقو عاود أقو عاود يجم مدة تزيرة يقدر هذا السبب شان مشاكل نترمشت ويقدر السوء حتى الله يستغى السرطان نترمشت سي دكتور يعني ولو تفوشت يعني ذيس فيتامين دي تعاون يعني اكثريه اني غتجاونا المشكل يغس ياش لا بالنسبه واحد فيتامين دي خميتي ينقص الطاس يتقل المشاكل يتقل الحريق يتقل الحريق خصاني يتقل في شرانه الطاس واذا خمي تعرض اني تفوشت يعني فوشتني تعاون غتشكل الفيتامين دي وش نستورد قرخو بدا ديال الجسم غنغر ميزان الصباح تعرض يفوش 9 9 طن سن ولكن 4 5 9 فين شكل الشد ديك الفوش لمده عام يكمل و 4 5 9 لمده عام يكمل نصور مثلا خي ولا نتعيش ندير بحال نتعيش نخرب بحال يعني غمو المهم المعنوي يخسر يعني داك الشيء مبالغ فيه يعني قداين يعني بنادم كيتعرض يفوش اجي النقطه النغنيه خاص نصور نبدا نصور خاص ما هو التلوث تلوث نغ المحيط اللي نتعيش نصور انه التلوث موان شن مره يعني شن حاجه كمان نغ تلوث الهواء الهواء يعني دخان المصانع نغ دخان الطوموبيلات نغ عاوتاني يمشي الواحد ماني يخدم فباختصار في مارس نغ شويه دوكرير ولكن يتجري العالم الطص يبدا يخدم عندي شن الشركات يتجا تستخدم انت مواد كيميائيه يعني برودوي شيميك يتشمى يتصرحني بلاستيك ني فسير نغ بانتورات ني الطاس ايوا نيغي وداني تعيشن يجو مشان الطاس خدم من الكوينات لي الشاربون يعني هما انا ويا ذوق لي شويه ولكن تو راس الدوري مغا يعني نلقى امشان الواحد ماني يخدم سواء مواد كيميائيه نيغ دي الشاربون نيغ شان مر حتى ديشان الحالات يوداني خدم من دي طنج جاف لاني شان ما انا ويا تاريخ مده تنقرت يعني طبيعه الحال 20 سنه 25 سنه التعرض وينفا سي من زيو داني تعيش ذي شن المحيط موني ذي التلوث الطاس ني ذي الخدمة نسقس حطاس يصبح هذي تجيش الكنترول وخقت مليح هذي تكمار مرة الكنترول غاو بيرنس وشي يخزع بعد حتى يعني تطور انه مو غاس شن مواد كيميائية ني غاس وشن تسموم ذي الجسم النس وغاس وشن نحويج ناني يعني جو ورا يعني جو ورا يعني قارس الشن دان سيجن قارس يعني الوقاية افضل من العلاج ياش ايوا يعني الخو مار مادام نستور خ الاسباب بقى نستور حتى خ الوقايه دونك نستور خا رياضه نبقى رياضه انه ونويت كنت على سبب السرطان الوقايه هو انه الواحد هذيك رياضه خمشة نستور انه الواحد يتيسو مطس يتسم جحت الطس كوايا الطس الوقايه نس هو انه هذه السن قسم جحت السكوار يعني ما تسن شن حاجه السبب يعني قرش اذا عرف السبب بطول العجب ما تسن من يتقل حيدي المشكل نعم
صحيح 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 سي دكتور، نعم إيه النقطة النغمية؟ ستريس، ستريس يعني التوتر الطاس، ذي ستريس من دايس لين شوية الدراسات على مازالو خاص وتفق، ولكن لين الدراسات قالت أنه يتك أنه بنادم يتوتر من الطاس، يتك ستريس الطاس المناعة نس ني الإيمونيتي تنس هكوات، نعم شوف مني هكوات الإيمونيتي تنس السرطان يتفخ الغرب، مني تاس السرطان يتفيجن الشخص غاسيجن الضعف ديال الجسم النس يتفخ الغرب، ولكن ما راك بنادم غاس بوس ستريس يايح المناعة نس تيري عادي نيغتيري تجهد يقدر هذه قوه يخف نص مشى لا رياضه وخاص ويتي في السرطان يضيع. ايش النقطه النغني غنغلي زانفيكسيون نيغ تعفونات ني غاني نشين بكتيريا نيغ فيروس نيغ انفيكسيون دين التصن السرطان حتى سبب لي زانفيكسيون ازاي سنتو غنستيو السرطان نسى السرطان نسى دين شان الفيروسات قناص ايباتيت بي نيغ سي فينا شان ايباتيت النغني تسبب السرطان نسى التصق للمده والفيروسات رسقنت سجن الطريقه النغني دي مين رسقن عن طريق الاتصال الجنسي ذي من يسكن عن طريق افراد من بنادم يعني من تحت غطاء التواليت مو انت ذي الموضوع النغني. بالنسبه لي السرطان نستومارو يعني السرطان المعده وني تتسبب في قدر تسبب اجن 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 بكتيريا قناص اليكوباكتر بيلوري تثرق في الطاس الشباب جا 20 40 سنه وماركه واش تعالج الشا ويجن مده تزيره في قدر تسبب سرطان المعده مش هو منويه رخو خص وحكم غنينو انه نيني منوي يتيري سنوات ديني عاود ثاني السرطان الوالده غتمغف السرطان الوالده ديك جيش نجوت ضم قران يتسبب ليه سجن فيروس والفيروس ني يتنتقل زكيج بلا بنادم عن طريق الاتصال الجنسي يعني يقدر انه مهم لا يستع يعني ديني ولا التقنوينات تقن الخيانه الزوجيه المنويه شي كسيد الفيروس ني زكيج يستقي العائله النساء ومنويه ايجاد المشكل مقرن يعني قالش المشكل سرطان الرحم هو ذا المشكل الخيانه الزوجيه صح. باختصار هاي ذي شن شن المشاكل شن شن الاسباب النغني زمان سيور الوراثه شن مرات ذيني مثلا اني سرطان الثدي اني سرطان زمان غاث مغاث ذيني جزء وراثي يعني شن معرف واخا مغات وتجي وانت في تخضان منويني وتجي وتقول هذه نحش سكينه لا الدخان لا الكول لا ما الشت تبع كلشي مليح يقدر يدير داك الشيء زي الوالدين تكسيد انه هو بنادم خمي دي خجق غاسي يجي نحش تبخر النس قناص لا دي ان يغ الحمض النووي واش غادي يجي الجين يجي نحش يجي قناص بي ار سي ا بي ار سي ا يا خمي تيري يقدر انه الواحد غاس الاحتمال ديال السرطان كثير يعني تيري غاس العلاقه بالوراثه ذين الطاس نحوايج نغني مثلا دقرين شويه وانما الاشعه ذين يرخو من بعد ما غنسيوخ العلاج نقرات انه زي العلاج السرطان هو الاشعاعات الاشعه يعني العلاج بالاشعه نعم. والعلاج بالاشعه ينقل الخلايا السرطانيه ولكن اقل وقت يقدر هذا يتسبب لي السرطان يعني ذين الطاس نحوايج متداخله سنغ انه هو يتزدق صح شويه العلاج بالاشعه يقدر يتسبب نعم. السرطان وذين الأشعة خاصة السور دي الحلقة والسابعة دي العلاج نعم وذي النقطة النغنية الخو المنوية خاص الدراسات وها عاد وتجيبو متأكد 100% ولكن ديش الدراسات السور خاص الطاس وأنه مجسقة أنني شي تفوت تفوت اصطناعية أنه ذيني وذن مثلا خدم تجيرت وها بدس وسي الطاس يخدم جيرت وها وشار بدا يتعرض يفوت تفوت وها انت بدا قد يتورى فوت اصطناعي يعني فوت عادي و نقارس بومبيات وشار بدا انت سوا سوا يتعرض قاع يفوت نواس بدا يتفوت اكليراج ارتيفيسي يعني يعني الضوء الاصطناعي اقر وقت التصق سنوات يتيراج الدور دي منوي ولكن وتجيبو 100% ولكن يتيراج الدور باختصار دينا الاسباب يعني يجينتي زمان خاص نسيور وديني شنو الاسباب النغني ولكن التقريري زمان نخش ننتقل انه خميني نسور خل الاسباب يعني السرطان التصني ولا تيقسم قرش السرطان واه ولكن يودان الله يستر يوداني تكون غا مرحله ني اخر مراحل الحياه سيمين زيت توفى السيد نهاش السرطان بعدا ديني باختصار عن حوايج بنادم خميت تكون غاريه من يقسم الطاس اذا كون غاس مشكل التنفس انه هو زعما شادي يتنفس مليح باسكو انه السرطان اما تيلي السرطان نتعرف نيغشان السرطان نغني نتساني نيغس ولكن اقل وقت يتذكر غايدا من وشي الشات غتعرف وشي بنادم يزمع شادي على النفس بوركي عبوزني مغاري السرطان شي تغوفا والسنين يتوقع عس النازف غداخر انه يقدر انه يذمن
تزن الدق شن حاش تزن اذا من غاد اخر ديال الجسم يدك وري خصا اذا من الطص. والثلاثه بنادم وغاستيري بوجد وغاستيري بول فشلان بنادم ضعيف الطص. والسابعه مثلا سرطان تسع خميتيري دي شن المراحل تمغاي الطص يدك وري تسوز ما شات صفى الجسم السموم دايس وش راهم كاع السموم ني تغيمنت ديك دامن وش تاثرنت خرموخ خور خيزر وش تيري دوينتي المشكل نس زمان وين زمان هو يتشكل الخطوره للسرطان يعني غادي نشين من دي السرطان يتغلب في بنادم ديال رعايه نحوايج. نعم دكتور نشكرك جزيل الشكر يعني في المعلومات هذا اذا غتوشي يدخل اسباب السرطان ونتمنى ذي الفرصه نغني ان شاء الله اذا غتكمل قيمتها كينا ذي الحلقه نغني والسابعه قد نستضيف ومثنى اعود مجددا الدكتور ابركان لمدينه هاغن خل العلاج يعني الحلقة والسابعة في العلاج. أستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.